رمضان 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 يا حبيب، رمضان رمضان ليتك دوما قريب. مرحبا، أنا اسمي رفيف كرشوب، أدرس في السنة السادسة ابتدائي في مدرسة جيل المستقبل. أفقت الصباح الباكرة وقمت بالاستعداد لذهاب المدرسة وللطلب العلمي. أمر ليلة القدر أن المؤتمر الوطني التونسي يعلن أن النظام الحماية نظام سياسي واقتصادي لا يتفق مطلقا مع سيادة الشعب التونسي. أما عند العودة للبيت قمت بإنجاز واجبات المنزلية، وإننا نعلم أيضا أن رمضان شهر التعاون، قمت بإعانة عائلتي على إعداد الطاولة، وأيضا كنت كل ليلة أحد أرافق أمي للمسجد كي أتقرب من الله. أولا أقرأ ما تيسر من القرآن الكريم، وطبعا أصلي صلاة تحيتي قبل صلاة العشاء. لا أنسى أيضا أن رمضان شهر الرحمة، فكنت أضع ما أقدر عليه من مال في صندوق التبرعات، وأيضا قد كنت أقدم بعض الحلويات للفقراء والمحتاجين، وكما قيل ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. طبعا كنت أقدم بعض الحاجيات لدار المسنين كي أخفف بعض الهم والحزن عن فاقد السند، وطبعا لقدتي نصيبا من وقتي، فكل يوم أطعمه جيدا وألاعبه، فرفقته تنسيني همي وتخفف عني الضغوط والتشنج. كان وقت السحور، إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تسحروا إن في السحور بركة. تقبل الله منا ومنكم، عيد مبارك علينا وعليكم، تقبل الله.